تحديات يوتيوب، مخاطر جسدية ونفسية تطال الأطفال واليافعين، كيف ذلك؟ إذن تابع معي حتى الأخير. مرحبا بكم أصدقائي، أولا صلوا على الحبيب. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. تعجبت الأم وهي تسمع صراخا وضحكا يعلوان في غرفة طفلتها تسنيم التي تبلغ من العمر 13 عاما أثناء لعبها مع رفيقاتها، لتسرع وترى ما حدث وتكتشف أن الصراخ ما هو إلا ردة فعل لتحدي تقوم به ابنتها مع صديقاتها أثناء شرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية، وذلك بعد مشاهدته عبر اليوتيوب. هذا التحدي وغيره العشرات من التحديات يبدأ بدرجة بسيطة ثم يزداد الأمر سوءا مرة بعد أخرى، إذ اكتشفت الأم أن تسنيم تقوم ما بين الحين والآخر بعمل تحديات مماثلة مع شقيقتها الأصغر سنا منها وتقلدها بكل ما تقوم به من خلال مشاهدات يومية لمقاطع الفيديو التي في أغلبها غير واقعية. وبعد أن عاقبت الأم ابنتها على هذا العمل وتحدثت معها، اكتشفت أنها تتابع بشكل دائم تلك التحديات وحاولت تقليد ما تستطيع منه، إلا أنه قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث أضرار صحية جسدية كبيرة بالأطفال أو الكبار على حد سواء. مؤخرا نشر أحد الأطباء في إحدى الدول العربية مقطع فيديو يشرح فيه حالة صحية لفتاة تبلغ من العمر 11 عاما، كانت قد قامت بتقليد أحد التحديات مع صديقاتها من خلال ربط حبل حول عنقها وحساب المدة التي يمكن أن تبقى بها على هذا الحال وتصوير ذلك عبر الهاتف. وبسبب انشغال الأهل عن الفتاة فاجأت الأم التي افتقدت ابنتها أنها في حالة يرثى لها، فقدت القدرة على التنفس وتم نقلها للمستشفى وهي متواجدة الآن تحت العلاج، وقد فقدت كثيرا من قدرتها الجسمانية نتيجة وقف تدفق الأكسجين إلى الدماغ لمدة طويلة. ومن هنا حذر الطبيب القائم على علاج الفتاة من أن يترك الأهل الهواتف للأطفال بدون رقيب على متابعة ما يشاهدونه من مقاطع عبر يوتيوب أو تيك توك أو مواقع أخرى تعج بالمقالب والتحديات التي يحاول الكثيرون تقليدها، وخاصة فيما يتعلق بتناول أطعمة غريبة وإحداث أذى في الجسد لها عواقب وخيمة على المدى القريب أو البعيد. وينبغي معرفة مخاطر هذه الألعاب وحماية الأطفال منها ووضع تحذيرات عبر المواقع بأنها لا تصلح لأعمار محددة، إضافة إلى وجوب حظر الكثير منها لما فيها من مبالغة وغير واقعية بأغلبها، عدا عن كونها معدلة عبر فوتوشوب. ومن الأمثلة على تلك التحديات التي يوجد فيها مئات المقاطع عبر يوتيوب محاولة شرب غالون حليب كامل بدون توقف، أو وضع حبات من الحلوى الفوارة داخل مشروب غازي ومن ثم شربه بسرعة خلال الفوران، وتحدي وضع كمية كبيرة من حلوى المارشميلو في الفم وتناولها ببطء والتي من الممكن أن تؤدي إلى الاختناق، أو تحدي الفلفل الحار وتناوله بكمية كبيرة وشرب الماء بتتابع بعدد كبير من العبوات وما لذلك من مخاطر صحية متتالية. الخطورة كذلك تكمن في إصرار الفرد على إكمال التحدي للنهاية، لأنه من الشروط أن يقوم بتصوير نفسه عبر الهاتف والنشر فيما بعد على المواقع الخاصة بالتحديات، وما يخلق حالة من الصراع النفسي بين الفرد وقدرته على الاستمرار مما يؤدي إلى حدوث حالات خطيرة على الصحة. فظاهرة التحديات قد انتشرت منذ أعوام عدة بعد قيام مجموعة من المشاهير بعرض مقاطع تظهرهم يقومون بتحديات متفاوتة الخطورة، هكذا إلى أن أصبحت التحديات موضة ويتنافس الكثيرون في تقديم أكثرها غرابة وخطورة، إلى أن أكثرها استياء بين الأهالي هو إيذاء النفس المفضي إلى حدود ضرر واضح. إن المرحلة العمرية ما بين الطفولة والمراهقة محطة مهمة، ذلك لا يرجع فقط لما يكتسبه ويتعلمه الفرد فيها، وإنما نتيجة للتغيرات المعرفية والانفعالية والاجتماعية والثقافية المتعاقبة والمتسارعة. وسائل الإعلام المرئية أصبحت لديها قدرة وإمكانية لتعلم السلوكيات من خلال ما يعرض من مضامين وبرامج، أن المشاهدة تزيد من احتمال التعلم والتقليد والانفتاح والتعامل السلبي، والاستخدام غير المشروع يترك تأثيرا واضحا على الفرد وسلوكه وأنماط تفكيره،
نظرا لما يحدثه من فراغ روحي. فعاملي النضج والعمر للشخص يلعبان دورا مهما بما يمكن القيام به من أفعال، سواء بالتحديات أو غيرها، كما أن ما يتمتع به الشباب من طاقة دفاعية خلال مراحل مختلفة من عمرهم وحب الظهور والشهرة وإظهار النفس، كلها أمور تعد من الأسباب الأخرى التي تجعل الشخص يقحم نفسه فيما يمكن أن يؤدي إلى إدائه. فالدوافع النفسية كذلك تؤدي بالفرد إلى هذه المرحلة التي يمكن أن يؤدي نفسه فيها، الذي يتبين أنه يصل لمرحلة من التصميم على تحدي الذات والآخرين ووجود هاجس المقارنات بين الأصدقاء، عدا عن الانفتاح غير المقيد على الثقافات الأخرى في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع والبعد عن المبادئ الأخلاقية، كلها من أسباب الوقوع في فخ التقليد الأعمى. وبحسب دراسة قامت بها مجلة فرنسية في عام 2015، فإن 96% من اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً يشاهدون الفيديوهات على الإنترنت ويوتيوب بمعدل 11 ساعة في الأسبوع، في الوقت الذي يجد فيه هؤلاء أن ناشري تلك المقاطع هم عفويون ولا يحاولون أن يلعبوا دور الأشخاص المثاليين.